مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. سنقدم لكم في هذا الفيديو 25 لحظة لا تصدق صورتها عدسات الكاميرا، فابقوا معنا لمتابعة ذلك. لكن قبل ذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. قرر هذا الرجل أن يصبح نيزك، إنه فقط يوم آخر في روسيا. مقطع لتدفق عالي من سد في البرازيل يجعلك تعتقد أنه يمكنك بسهولة القضاء على مئات الأشخاص من الضغط ببساطة. قفز المتزلج على طول التل بأكمله، استطاع الهبوط باحترافية أيضا في النهاية، مما جعلها أكثر قفزات التزلج إثارة للإعجاب وأطولها. قررت هذه البطة أن تكون قائدة الأسماك الموجودة في هذه البركة. تخيل الذهاب للصيد واصطياد ثعبان بدلا من سمكة، لكن ليس أفضل من اصطياد ثعبان يعض في سمكة مثل هذا الرجل. لا تقلق من شأن خصمك، خاصة إذا كانت فتاة صغيرة ذات ذيل حصان. يعبر الساحر الآلي المصنوع منزليا من الكرتون عما يبدو عليه المستقبل في جملة واحدة. ولدينا هنا رجل صيني قضى ساعات طويلة من حياته في تدريب سمكته الذهبية الأليفة على اللعب هكذا. شاهد هذا الشلال الصحابي فوق تلال أستراليا. يبدو القفز من على جرف تحت الماء أمرا خطيرا، لكن اتضح أنه يمكن أن يكون رياضة ممتعة. زوجين من الحمام الزاجل يدفعان ثالثهما نحو حافة رأس في قطار سريع. لدينا هنا أنبوب مثقوب، لكن المياه عادت إلى مجراها عندما حدث هذا. ولدينا هنا هذا الدب الكسول الذي يبذل أقل جهد ممكن للقبض على شريحة خبز ملقاة إليه. قام هذا الرجل بجقلبة أمامية فوق السلالم ونجح في ذلك بشكل مفاجئ. قطعة من اللحم الني زحفت من على الطاولة في مطعم، كما لو أنها قررت أنه ليس اليوم الذي ستؤكل فيه. نجا هذا الكلب بأعجوبة بسبب وجود مطبة طفيفة في الطريق. كان لدى هؤلاء الرجال الجريئين فكرة مجنونة لأداء مجازفة بأكبر لوحة تزلج في العالم، ولكن لسوء الحظ لم يسر كل شيء كما كان مخطط له. يعرف مسطح ملح إيوني بأكبر مسطح ملح في العالم، ويقع في بوليفيا، كما أنه يعمل كمرآة عملاقة تخلق صورة فنية مباشرة من الأحلام.
ولدينا هنا قرد يضرب إنسانا في كرة الطاولة. يعتبر هذا أنه مشهد لن ينسى بسهولة. شاهد تأثير لايد نيفروست في العمل. ماذا يحدث عندما يضع هذا الرجل يده في المعدن المنصهر؟ شاهد سيد الكرم هذا يقوم بخدعة مذهلة. أعتقد أن هذه طريقة أخرى للعب كرة الريشة. لقد حدث شيء خيالي عندما ضرب البرق الألعاب النارية. هذا النورس الذكي سرق رقائق البطاطس من محل بقالة. وهذه هي الطريقة التي يحل بها جميع المهندسين مشاكلهم. يقومون بضرب الشيء حتى يعود للعمل بشكل طبيعي. من الواضح أن هذا المستشفى العام في النرويج يعيش المستقبل. ينقذ رجل شجاع 3 ثعابين من نوع الراسل من حفرة عميقة. سجل لاعب كرة القدم واحدا من أكثر الأهداف إحراجا في تاريخ كرة القدم عندما ارتدت تسديدة الخصم من أسفل ظهره. نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، فنتمنى أن تكون هذه المقاطع قد نالت إعجابكم. نراكم بالفيديو المقبل.